بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، متابعي ابو ظبي الرياضيه اينما كنتم، نجدد لكم التحيه الوثباويه الصباحيه من هذه المهرجانات الجميله مشاهدينا الاعزاء، وضمن هذا المهرجان الجميل لجائزه الزائده الكبرى. نتابع معكم هذه الانطلاقه كما تابعنا الانطلاقات اللي مضت، وما زالت صاحبه التوقيت الجميل وصاحبه الخنجر هي غياره للسيد محمد بن زايد المنصوري. لقد الشوط الرئيسي نعم في هذه الفترة الصباحية، وأفضل توقيت 9:29 وجزئين من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري، هو الفائز بالأمس راعي شاهين، ويستاهلون هاي الغربية وهذه مشاهدي الأعزاء، ولكل مجتهد نصيب. يا شباب نعود ونتابع معكم هذا الأداء الجميل وهذه الانطلاقة التي أمامكم، الانطلاقة التاسعة والكم الهائل. يا السلام، خلينا نشوف هناك ونشوف النشرة التفصيلية الداخلية للخمس مراكز الأولى اللي متصدرة. المركز الأول هناك شعار أبو سعود للسيف بن محمد الراشدي، هي التي انطلقت إلى الصدارة في هذه اللحظات. ما شاء الله، يا السلام، سرابة غير مدون ولكن الشعار مدون، الشعار مدون عندنا يعني بالفعل فازهان لسيف بن راشد، سيف بن محمد الراشدي اللي خليها اسمها سلوده حتى يعطينا اسمها الحقيقي. المركز مياس نعم. المركز الثاني هناك انطلقت الطياره للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي اللي قادم من السلطنه، ايضا انتزع المركز الان الثاني. والدور هناك اللي قادم الاخرى مصيحه للسيد سالم بن سعيد بن هاشل العامري، ايضا متواجد في هذا الشوط القوي الاخر. اما ننتقل معكم مع النقله الاخرى والتسلل القادم من الجانب الدوني، انتقال وتغييرات مراكز مشاهدي الاعزاء في اي وقت وحين، حاضره في كل هذه الاشواط القويه. اما اللي وصلت في هذه اللحظه سيوف للسيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، يا سلام، هذه الضيفه القطريه الجميله ما شاء الله، مع جابر بن حمد بن علي التي انطلقت في هذا الاداء في المركز الرابع. المركز الخامس هناك اللي واصله هملوله لعلي بن عبد المري، القطريه الاخرى التي تساند في هذه اللحظات ايضا مشاهدي الاعزاء. ايضا هناك الشحانيه الاخرى مشاهدي الاعزاء، اثنين من دوله قطر فيها المقدمة في فئة الفايف ستار، ويا من لهم الناموس، وعودة لمياسة، وعودة للأداء الجميل مشاهدينا، وعودة أيضا هناك لرعاية السلطنة من الناحية الأخرى مشاهدي الأعزاء. الطيارة مشاهدي الأعزاء للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي، يا سلام، طارش للناموس بن طويرش، الله. أما المركز الثاني مياسة للسيد محمد لراشد مشاهد الاعزاء، ولكن اللي غيرت الان، شوف اللي غيرت سيف بن محمد الراشدي، ولكن غيرت هنا ايضا شعار الخيارين مع سيوف محمد بن سيف بن محمد بن زايد الخيارين. انتقلت نقله جميله الى هذا الموقع الجميل، بينما هناك تدخلات اخرى قادمه لا محاله. مصيحه وصلت لسالم بن سعيد بن هاشل العامري، وبمعيتها هناك دخول اخر من غاره لسيف بن سلطان العرياني، والكل بغير ان ياخذ المركز الاول، وكل واحد بالفعل يعني في هذا الشوط عامل حسابه. اما الدور هناك شعار علي بن عبد المري اللي ايضا متواجد في المركز الخامس في هذا الاداء الجميل الذي ايضا نتابعه، وهي هملوله مشاهدينا، ولكن وين خلف الكاميرا؟ يا سلام، مستر باولو جيب مي كومبليت، الله، اعطني شوف اللقطه، شوف الدخول، خل نفرج المشاهدين، خل نفرج المتابعين على الكم الهائل. هذا بيدل على ان اللي بتوصل 20 فايزه في الوثبه، الله، اعداد هائله. والمقدمه ذهبت مع الطياره، طارت الطياره برفقه عبد الله بن طويرش الوهيبي الى صداره الشوط، الى المقدمه التي يتمناها كل مالك وكل ايضا مضمر. المركز الثاني
الخيارين مع سيوف سيف بن محمد بن زايد الخيارين بالمركز الثاني والتدخلات بدت. ويا شباب لا تنسوا خلوا شوفوا شوية المنصة، طالعوا في المنصة، عينكم على المنصة، يديكم على الأجهزة، وبأيضا المراقبين والمساندين يطالعون تحركات. أنا كل واحد استلم الجهاز عنده أيضا مراقب وعنده متابع ويعرف التحركات والسبوق أين موقعها. الله المركز الثالث وصلتنا هناك المسك يا حمد يا بن محمد يا المزروعي، حمد محمد المزروعي راعي الخواطر الجميلة وشاعرنا وصل مع المركز الثالث. يا السلام قادم أيضا من ميدان سويحان، وهنا نعود وانتهي معكم الأخرى غارة لسيف بن سلطان العرياني، ولكن غزلان وصلت سيف بن محمد سعيد بن محمد بن هويمل يا بعسكور. الله يا السلام يا ابو محمد، انتقال اتتنا من حلنا حيث لا ندري، والمنصة وين بانت، ما تبقى الا القليل، اللي يبغى التوقيت واللي يبغى يفوز واللي يبغى الشو يبغى هناك يتمركز بالمراكز المتقدمة. نحن حاضرين لهذه النشرة التفصيلية التراثية الداخلية للخمسة مراكز المتقدمة في كل شوط، مشاهدين في كل مكان. المركز الاول الطيارة لعبد الله بن طويرش الوهيبي، المركز الثانية غزلان لسعيد بن محمد بن هويمل العامري، بدأت تنطلق والجماعة زاحفين قادمين من المناطق الخلفية ليثبتوا جدارتهم في الوثبة. الله المركز الثالث سيوف لمحمد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، بينما هناك وصلت الأخرى اللي الغويس وصل الغويس الوثبة للسيد مايد بن راشد الغويس قادم مع الوثبة، ونحن في الوثبة. ويا السلام يا الغويس، وبشاير وصلت لعبد الله بن مغفر بن محمد العامري، يا سلام وعامره الوثبة بتواجد الشعارات، عامره ايضا باشتراكاتها الجميلة. ويا السلام وانطلق في هذه اللحظات بن هويمل سعيد بن محمد بن هويمل العامري، يا السلام الى الصدارة الى مع غزلان، ووصلت الاخرى بشاير تبشر بالخير يا رأسوقة، بشاير انتقلت بشاير. والله الغويس الوثبة والقويس، مشاهد الأعزاء يا السلام يا راعي الوثبة، يا السلام يا ماجد يا بن راشد يا بن خميس يا الغويس، هنيالك يا بن راشد هنيالك يا بن راشد يا ماجد يا بن راشد يا بن خميس الغويس، هنيالك اسم على مسمى، تهانينا بفوز الوثبة إلى ماجد بن راشد بن خميس القويس بدون منافس على الإطلاق. المركز الثاني لعبد الله بن مظفر بن محمد العامري، والمركز الثالث مشاهدينا كان السرابة لجوعان بن ناصر بن جوعان الشامسي، والمركز المركز الرابع وصلت الأخرى لمسلم بن سالم بن علوب الدرعي، والمركز الخامس فهد لعتيق بن محمد بن زيتون المهيري. عشنا شوط ولا أحلى، شوط ولا أروع، يا السلام هناك الكل أيضا كان على أعصابه. خلونا نشوف التوقيت الزمني، 9:30 أربعة أجزاء، تهانينا لمالك الوثبة ماجد بن راشد بن خميس القويص، 9:32 سبعة أجزاء من الثانية. نهني راية صوغة مع بشاير عبد الله بن مظفر العامري، والمركز الثالث 9:34 خمسة أجزاء من الثانية. نهني راعي سرابة جوعان بن ناصر بن جوعان الشامسي اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، اقتحمت ودخلت في مشاهدي الأعزاء الفئة المتقدمة.